الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكم جميعا حبيت نتحدث اليوم حول موضوع نتاع السلبيات في المجتمع الجزائري ورايح نتطرق الموضوع الأول اللي هو حول التواصل السلبي وحول المعارضة السلبية أغلبية من الشعب الجزائري هي ضد هذا النظام القائم والكثير من الناس لما يتحدث تلقاه دائما هو يلقي باللوم على النظام وكأنه هذا الناس المعارضين هما صحابة ولا أنبياء أو جايين هما من كوكب واحد اخر مش من هذا المجتمع الجزائري وكانه هذا الناس اللي راهم في النظام ايضا ما مش من المجتمع الجزائري وانما جايين من كوكب واحد اخر والعام الخاص على باله بلي هذا المساله نتاع النظام وهذه المسؤولين اللي راهم في النظام هما راهم صنيع أنت هذا الشعب يعني ما جاوش هكذا من من كوكب واحد اخر وراهم هما درك راهم يحكموا في الشعب ونبدا نتحدث مثلا على التواصل السل... التواصل السلبي ونتحدث على المعارضه السلبيه ونعطي امثله من الواقع اللي كلكم راكم تلاحظوا فيه سواء هنا في الموقع نتاع الفيسبوك او في مواقع واحده اخرى اليوتيوب تويتر الى غير ذلك من المواقع دون ان نظل نعدد فيها راك على بالكم في الانترنت بصفه عامه تلقى في هذه المواقع ناس مع الاسف الشديد سلبيين في التعامل نتاعهم تجد مثلا واحد مفكر او واحد عالم ربما يطرح مشروع او يطرح افكار تجد كاتب تجد إنسان مثقف يطرح مشروع يطرح أفكار متعددة وتلقى الناس مع الأسف الشديد تميل للعب تميل للضحك تميل للفرفشة وتجد الناس في التعاملات تاعها عن طريق هذه المواقع تعاملات سلبية يعني مثلا واحد يتصل بواحد لا يعرفه ولا تكلم معاه مرة في حياته ولا التقى به مرة في حياته وتلقاه مباشرة يدخل في الأمور الشخصية نتاعو رانا في ألفين وستاش وعلى أبواب نتاع ألفين وسبعتاش مازال الناس ما تعرفش كيفاش تتواصل مع بعض البعض بل مرات تلقى هذاك التواصل بين القوسين هو استفزاز يعني انت تستفز واحد ما تعرفوش وتقول له انت قدم روحك يعني المفترض هو انه انت اللي تقدم روحك انت اللي تقدم روحك تراك تتصل بواحد المفترض هو انك انت اللي تقدم روحك تقول له انا فلان من المدينه الفلانيه راني حبيت نتناقش معاك في موضوع معين يا هل ترى مثلا عندك الوقت لربما السيد هذا اللي راك تتصل به هو راه في امريكا انت راك في الجزائر وربما في الوقت انت اللي اتصلت به هو راه نائم انت راه عندك العشيه الوقت مش كيف كيف فانت لما تتصل به كاين مرات هو انه واحد يتصل بك ولازم انت تجاوبو على المباشر يعني يتصل بك هكذا ت تجاوب انت على المباشر دون هو انه يعرفك ودون هو انه يعرف المكان اللي راك متواجد فيه والظروف اللي راك فيها ومع ذلك يصب كما يقولوا في البلاد جا الغضب نتاعو عليك وهذا هذا فاش داخل هذا داخل في التواصل السلبي بالاضافه الى انه العقليات نتاع الناس واحد اللي راهو درك مثلا في الخمسينات في العمر نتاعو او في الستينات مش هو الشاب هذاك اللي راهو هو مازال عقله مش مجمول التواصل السلبي هذا راهو ياثر على العلاقات نتاع الناس وياثر الان درك هذا الاعلام هذا وش هو الاعلام هو في الاول وفي في الاخير هو يهدف الى تنوير الراي العام الى نقل الحقائق هذا هو الاعلام الحقيقي يهدف الى صناعه الراي العام احنا للاسف الشديد عوض هو ان تستغل الناس هذه الفضاءات وتحاولوا ان انه تصنع راي عام اللي يخدم البلاد قاعدين يصنعوا في الراي العام اللي يلوث هذه الفضاءات يصنعوا في الراي العام اللي نفر الناس من هذه الفضاءات يصنعوا في رأي العام من اجل تخويف الناس من هذه الفضاءات صارت الناس الان درك أه تنشر في فضائح انت الاسر واحد عنده مشكله مع واحد ينشر في الفضيحه نتاعو في على العام في امور خاصه يعني توصل حتى للعائله نتاعو الى غير ذلك ونتحدث ايضا على المعارضه السلبيه المهم الاخوه والاخوات حاليا انا راني لاتي بالتسجيل ما رانيش نقرا في التعليقات اذا كان فيه اخوه او اخوات راهم يكتبوا في التعليقات انا ما مركز على التعليقات راني قايم بالحوار إذا كان فيه أسئلة أو كان فيه تعليقات أو مداخلات ربما ندير لهم تسجيل واحد آخر إذا قلت أنا التواصل هذا السلبي هو يأثر على العلاقات انت عن الناس ويأثر على الجو العام يعني بشكل عام الناس مع الأسف الشديد هو أنه واحد ما يعرفش واحد يتصل به ويدخل في أموره الشخصية فمثلا انت وين تسكن واش تخدم شحال تخلص الى غير ذلك من المسائل البارح اتصل بي واحد ولا نعرفه ولا تحدثت معه ولا تكلمت معه لحظه ربما في في, في حياتي اعطاني العنوان نتاعك كان يجي لتولوز مره سابقه اتصلت بيا وحده تعرف واحد واحد يعرفني هاني جاي لتولوز عطيني العنوان نتاعك وهذا الوش راجع هذا تا واحد ما تعرفوش ربما من العائله نتاعك راهو جاي ربما يخاف هو انه يتصل بيك لربما عنده وقت ما اتصلش بيك والله يخاف ليتصل يتصل بيك ومرات ايضا كاين الناس اللي هو يعرفك وربما انت تقدم له معروف ولا تقدم له كذا يصير هو يفسد لك العلاقات نتاعك مع الناس من خلال هذا التواصل السلبي يعني تعرفوا بواحد من بعد يكسر لك العلاقه معه رانا في 2016 يا الخاوة رانا في 2017 لازمنا نتعلمه تشوف انت مثلا واحد يتصل باداره هذاك درك هذاك الانسان هذاك اللي راهو درك مثلا هو في ستوندار راهو يخدم في شركه يخدم في مؤسسه من اي نوع انت لما تتصل به انت اللي راك تتصل به على الاقل قد مراك قال انا الفلان من المدينه الفلانيه او انا فلان اللقب نتاعي الفلاني والاسم نتاعي الفلاني أوراني اتصلت من اجل قال مثلا طلب معين كذا اذا كان ممكن ندير حوار مع واحد من رئيس القسم الفلاني او رئيس المصلحه الفلانية الفلانيه او ربما لقاء معاه من اجل قال مثلا العنوان الفلاني ولا من اجل الملف الفلاني تلقى مرات واحد يتصل بيك بالهاتف وهذه راكم تعرفوها تما ما رانيش نحكي في اشياء من راسي راكم تعرفوها يتصل واحد بواحد يتصل بيه ويقول له انت شكون مع مراني وربما لو كان هو يطلبه والله يخبط عليه التليفون والله يسبه واحد يخدم العقل نتاعو تركت تتصل بواحد قدم نفسك وش حبيت وخاصة الآن رانا في ظل هذه التكنولوجيا هذه يعني سبحان الله يتصل واحد بيك بتليفون ماسكي ولما ما تجاوبوش يغيظو الحال وين نعرفك أنا ايه أو يتصل بيك باسم مستعار ولما ما تجاوبوش يغيظو الحال يتصل بيك ببعض الأحرف كاين مرات واحد يكتب لك اس ال ام وينتظر فيك على جل باش تجاوبو رانا في عالم واحد اخر تركت تتصل بواحد ربما راه مشغول ربما راه خدام ربما راه عنده موضوع راه لاتي بيه ربما راه مانيش عارف انا كذا مشغول تتصل به قال السلام عليكم انا فلان من المدينه الفلانيه درك مثلا انا اعوذ بالله من كلمه انا عندي 15 سنه ما روحت للبلاد وانا بالنسبه للناس اخرين ما كان ولا شيء كاين الناس اللي راهم عنده ربما ثلاثين سنه على ضعف نتاعي او ربما 40 سنه يتصل بك واحد هو, هو راهو يعرفك بصح انت ما تعرفوش ترك تعرفني لانك راك تتبع فيا بصح انا ما نعرفكش لا نتصل بك ولا نتحاور معك ولا نتناقش معك ما نعرفكش حتى لما تتصل بيا بي مش ما انت بلي انا راني تكبرت عليك قال انا ما رديتش عليك ما نعرفكش تتصل بيا قال فلان من المدينه الفلانيه راني حبيت نحكي معك في موضوع معين اذا كان راك ماكش مشغول وممكن نحكي معك مش بالضروره هو انك انت لما تتصل بيا تقول لي نحكي معك نحكي معك علاش نحكي معك انا كاين بعض من الناس راهو هو لما يتصل بك يتصل بك على باش يدير لك باش يسجل لك الكلام نتاعك او باش يشوف المواقف نتاعك في بعض المواضيع المعينه هكذا يدير لك شونطاج ويستعمل الكلام نتاعك هذاك ويروح ينشره ولا يستعمله ضدك فانت من باب الاحتياط هو انك انت ما تجاوبش اي انسان كاين اللي حتى يستعمل التعليق نتاعك يتصل بك يتودد لك ومن بعد يولي يستعمل التعليق هذاك ضدك فالإخوة والأخوات لازمكم تفهموا هذه المسألة جيدا هذه المسألة نتاع التواصل السلبي لازم يكون هناك تواصل إيجابي احنا رانا جزائريين رانا خاوة احنا ماذا بينا على جل باش نفيدوا بعضنا البعض ماذا بينا باش نتناقشوا مع بعضنا البعض ويكون هناك حوار بنا، نفيدوا بعضنا البعض نستفادوا من المداخلات نتاع بعضنا البعض لما تعلق علق بإيجابية ولما تتصل بواحد تتصل به بايجابيه انا راني نشوف في بعض الصفحات قسما بالله غير تقول مستشفى نتاع مهابل والناس مع الاسف الشديد تلقاها تتفاعل وتدير في التعليقات وما شاء الله ربما كاين اشياء اللي تفيد الانسان او تفيد المجتمع انسان مغمض عينيه عليها يعني كيفاش تساندو في الرداءه وحبنا التغيير هذا كيفاش هذا التغيير هذا راح ينزل عليكم من السماء وهناك الكثير من الاشياء ربما نعود نرجع للموضوع هذا في نتاع القضيه نتاع التواصل السلبي احنا رانا درنا موضوع في وقت سابق اعتقد في 2012 في الاذاعه نتاع وطني وتحدثنا فيه يعني لساعات ربما اذا كان فيكم إخوة يحبوا يتابعوه ربما يستفادوا منه لأنه الحوار إذا نتاع وطني يكون بشكل مركز أحسن من الآن لما نكون بالصوت بالصورة تصور في روحك وفيما بعد أنت ما تكونش مركز على الحوار كما ينبغي خاصة لما يكون فيه أخذ رد من الإخوة يكون حوار ثري جدا المهم فيما يتعلق بالمعارضة السلبية داخله في هذا الإطار أيضاً متع التواصل السلبي أه لازم الإخوة والأخوات يفهموا أه خاصة من الإخوة اللي ما عندهمش إلمام بالسياسة أو ما عندهمش معرفة بهذه الأمور السياسة لازمكم تفهموا بلي مش أي واحد يسب النظام هو معارض أراهم كاين بعض من الناس مرضى نفسياً مرضى مريض نفسياً وكاين بعض من الناس مجرمين موش معارض مجرم ماهوش معارض المعارضة ما هيش سب وما هيش تشويه وما هيش تعدي على الحقوق نتاع الناس وما هيش تعدي على الأعراض نتاع الناس ولو الواحد يراه يقول في هذا الكلام راه ينقل في الحقيقة كما هي كاين اللي راه عمره لنخرط في حزب عمره لنخرط في جمعية عمره لا المؤتمر عمره لا حضر الندوه الصحفيه اسم نتاع معارض المعارض مش مع انت دوك تسب في سلال ولا تسب في سعداني ولا تسب في بوتفليقه نتا معارض المعارض انت تحمل مشروع اللي عارض هذا المشروع نتاع النظام لماذا تعارض انت سعداني لماذا تعارض سلال لماذا تعارض انت زيد ولا عمر من الناس تعارضه لانه تشوف انت في هذاك المشروع انت هو لا يليق بالمجتمع الجزائري ولكن تطرح البديل تا مثلا قال تسب في بن غبريط راها هي تدمر في التربيه اي انسان يقدر يقولها بين علاش راها هي تدمر في المنظومه التربويه اعطي الادله اعطي البراهين وفيما بعد اقترح انت البديل هذه انت راك اما انتع هذه بنغبرة يهوديه بابها يهودي بابها حركي وظل نهار طول وانتهت ترد فيها الكلام والتشويه هز الصوره نتاعها بالفوتوشوب وديرها كلب وديرها قرد وديرها تمساح وديرها مانيش عارف كذا هذه هذه معارضه هذه هذو مجرمين هذو هذو سيدي كريمينال هذو مو مش معارضين بالعكس هذو هما راهم يخوفوا في الناس وراهم يخدموا في هذا النظام هذو مو معارضين هما راهم يشوفوا في الصوره نتاع المعارضه انا نعرض سلال واش دخل بنته في الموضوع نعرض في سعداني واش دخل بنته في الموضوع واش دخل الزوجه نتاعو في الموضوع نعرض انا القايد صالح واش دخل بنته ولا واش دخل كذا في الموضوع اذا كان راهو قال مثلا لقيت صالح راهو مثلا مثال راهو انسان فاسد وعندك انت ادله نتاع الفساد تتحدث بها وقال مثلا راهو بنو والله بنته متورطه في الفساد والله صهره راهو متورط في الفساد وتبين تعطي ادله تعطي ديزر ديزارغومون هذوك معليش واش عليه حنا ماذا بينا لكن هو انك انت فقط تروح تهز الصوره نتاع القيد صالح وتدير مثلا راس نتاع حمار او كذا او كذا او كذا هذه مش معارضه هذا الناس راهم الان في هذا الموقع نتاع اليوتيوب وفي الموقع نتاع الفيسبوك راهم يعطيو في صوره مشوهه للمجتمع ولذلك ذكروا المجتمع الجزائري في الغالب الناس راهم خايفين من من هذا يعني واش هو الفرق وش هو الفرق كنا في وقت سابق نقول حنا من انه هذو الجماعه نتاع المخابرات هم يشوهوا في هذا المعارضين وهذه حقيقه راه من الان صاروا فيه ناس من اللي كانوا في الجهاز تاع المخابرات راهم يحكيوا فيها يقوموا هما بالتشويه نتاع المعارضين واحد يلف تهمه واحد يديروا كذا انت اذا راك معارض معارض هذه السياسه المفترض هو انه ما ديرهاش ترك تعارض لماذا تعارض هذا النظام لانه هذا النظام فاسد نتاع المفترض هو انه تنحي هذاك الفساد اللي راهو الحق نحاولو الحق نتاعو تعطيه ترجع الحقوق الناس وتقف مع المظلوم تقف مع المحقور مش انت واحد راهو ظالم تقف معاه نعطيكم كمثال قال مثلا مؤخرا هذاك محمد تملت هذاك هذاك انسان ظالم كيفاش انت توقف معه كيفاش انت تتعاطف معه كيفاش انت تقول باللي هذا رأى السجن تاع راي موش السجن تاع راي يا هل ترى هذا الشخص هذا هو راهو يحمل مشروع سياسي يا هل ترى راه مناضل في حزب يا هل ترى راه هو راه يقوم بالانتقاد نتاع هذا النظام انتقاد موضوعي انتقاد بناء وقال مثلا هذا السيد هذا راهم اعتدوا عليه وراهم دخلوا للحبس هنا يكون كلام واحد اخر هنا قال بلي هذا السيد هذا راهو سجين تاع راي ونتعاطفوا معاه لكن لما انت تولي تسرق في الصور تسرق في الموضوعات نتاع الناس وتصير انت دير فيها رابط نتاع الموقع نتاعك والله الاسم نتاعك وتدعي من انك انت راك تفضح في هذا النظام وماك طالق حتى واحد لا معارض ولا ولا الناس اللي راهم في النظام يا يعني هل ترى هذه طريقه انا شخصيا سبني وسب كبير يعني وصل الى درجه نتاع الوالد ربي يرحمها والوالد ربي يرحمه انت فيما بعد راك رايح تربح تعاطف نتاع الناس فيما بعد انت راهم من الناس راهم راهين فيك معاك ولما نقول في هذا الكلام انا ما رانيش نغازل في النظام ولا راني ندافع في النظام راني نحكيكم في امور واقعيه احنا لما نعرضوا هذا النظام ولا نعرضوا هذا الناس اللي راهم في السلطه ما ناش نعرضوا فيهم من اجل المعارضه ما ناش نعرضوا فيهم لانه قال مثلا واحد راهو في منصب نتاع وزير ولا منصب نتاع رئيس ولا منصب نتاع مع انا هكذا نعرضوا فيه لانه مانيش عارف نعرضوا في الفساد تعرض الظلم ومش من المنطقي هو ان انت تولي تمارس في الظلم على الناس تراك مظلوم ما توليش تظلم الناس ما توليش انت تشوه في الناس كيفاش انت تهضر على المخابرات تقول بلي هي تمارس في الابتزاز وانت تولي تبتز في الناس تقول انت بلي المخابرات هذه راه تشوه في الناس وانت تصير تشوه في الناس عندك واحد معاه موضوع وعندك عليه ادله معليش تحدث انت وفضحوا قدام ربي وعباده ولكن لما تكون انت تتحدث هكذاك بالظلم وتتحدث بالكذب وبالبهتان قبل ايام نشوف في واحد بعث لي واحد الرابط نتاعو نشوف ايه يهضروا هذو مع الجماعه نتاع كذا هذو يحكي على ابو مدين قسما بالله العلي العظيم بطبيعه الحال انا ماشي واحد قال مثلا يجي واحد من هذو الذر هذو يعقبها عليه هزيت التعليق نتاعو انا حطيته في الجوجل نلقاه باللي تعليق هذاك اللي كاتبه هو في الصفحه نتاعو سرقوه من الجوجل تعليق وقبل ايام فقط في الصفحه نتاعي كتب التعليق على الاحزاب هزو واحد ودير في الصفحه نتاعو باللي تخرج ماجستير هز التعليق حرفيا ونحطه في الصفحه نتاعو كيفاش انت تحارب في هذا النظام السارق هذا النظام الفاسد انت صورت سرق فيها ودير في الصفحه نتاعك تسرق في التعليقات ودير فيها في الصفحه نتاعك انت تحارب في الفساد تتحارب في النظام نتوما راكم خدامين نتاع هذا النظام خدامين وللاسف الشديد هو أنه الناس راه الدعم في هذا النوع ما راهيش الدعم في الناس اللي عندهم مشاريع ما راهيش الدعم في الناس اللي عندهم أفكار راه الدعم في هذا الرداء والدعم في هذا المجرمين هذو يطلبوا الحبس هذو 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 لازم لهم الحبس هذو لازم لهم إعادة التربية تعارض من حقك على جلبش تعارض ولكن اذكر السلبيات واذكرها بادب لانك انت راك تريد هو انك تغير تقول انت على واحد مثلا باللي حركي على اساس واش او خائن على اساس واش اذا عندك معلومات معليش اذا عندك معلومات اما انت اذا سمعت وقالوا لي وقريت قادر فيما بعد انت قادر واحد لو كان يرفع بيك دعوه قضائيه خاصه من الناس اللي راهم عايشين في اوروبا يرفع بيك دعوه قضائيه تعيشي في الحبس وكاين بعض من الناس اللي راهم درك هما يخدموا في النظام يخدموا في هذه العصابه اللي راه تحكم في البلاد ويستعملوا في عناوين مختلفه قال مثلا موضوع الشيعة واحد يعرضهم قال هذاك شيعي موضوع القبائل يستعملوا في هذه المواضيع اللي كان يستعمل فيها الاستعمار من اجل تقسيم الجزائريين والجزائر باش ما يخليهمش يلتفوا حول راي معين حول مشروع معين حتى باش ما يحدثش هذاك الوعي العام كل مره من ما شافوا مبادره شوفوا مشروع بدا ينطلق بدا يتحرك بدا ينشط يلا يديروا له العراقيل ويدوروا بصحابو على جل باش يحطموهم وعلى جل باش يشوهوهم امام الراي العام وعلى جل باش يفشلوا اي موضوع ما من شانه هو انه يقدر يساهم في لم الشمل في اعاده الاعتبار للعمل هذا الايجابي قاعدين يدعموا في ناس سلبيين اذا هذا التواصل السلبي هذا اللي راه موجود وهذه المعارضة السلبية هي راها تساهم في تعفين الأوضاع راها تساهم هو أنه الأشياء الجميلة هي اللي تطرد الأشياء السلبية صرنا نشوف درك في هذه السلبيات هذه هي اللي راهم يحوسوا يطردوا هذا الناس اللي راهم من أجل تغيير حقيقي ومن أجل على باش هما يكون هناك تغيير من سيء الى احسن هم مش راهم يديروا هما راهم يديروا في العكس هما راهم يحوسوا يدفعوا الامور من سيء الى اسوأ وهذا الشيء اللي هو خلى الجزائريين والجزائريات يخافوا خاصه من الناس العاقلين تتشوف انت انسان مجنون تشوف انت في انسان ما عنده حتى علاقه بالمعارضه ودايرين به الناس دايرين به الناس انسان يسرق في الصور يسرق في التعليقات ودايرين به تروح تشوف انت كاين اللي تلقى عنده ألفين ثلاثة آلاف آلاف تعليق وبأسماء مستعارة وربما راهم كاين الناس راهم يدعموا فيه راه عندهم درك هما هذا الجيش الإلكتروني راه موجود في في الفيسبوك وراه موجود في اليوتيوب راه عندهم صفحات ممونينها هما من أجل تعفين الأوضاع وانت تزيد تسقط معاهم كاينين صفحات نتاعهم عوض هو انه تقفوا مع هذا الناس اللي راهم يسعوا هما الى تغيير الاوضاع الى الاحسن وتعاونوهم تعاونوهم بالتعليقات نتاعكم تعاونوهم بالمسانده نتاعكم واذا اقتضى الامر حتى تعاونوهم ماديا لما لا الناس تنفق الناس تنشط الناس تتعب الناس راها كذا قاعدين بالعكس قاعدين تثبطوا فيهم كاين منكم اللي راهو يتابع وما يتفاعلش معاهم في المقابل يروح يتفاعل مع مواضيع تافهة تحط انت صورة نتاع قرد يشطح تلقى 4000 تعليق وتحط انت محاضرة نتاع عالم ما تلقى حتى واحد يعلق عليها وتساهمون في الرداء او فيما بعد تقولوا النظام النظام هو راهو نظام راهو فلس راهو نظام ما عندوش رؤيه مستقبليه راهو النظام راهو يشجع في الرداءه وراهو يشجع في الفساد يشجع في الرشوه يشجع في الجهويه يشجع في العنصريه وانتم واش راكم تديروا راكم تديرو في نفس الشيء اللي راهو يدير فيه النظام واحد راهو قال مثلاً دعم في رئيس حزب لانه قال راهو من الغرب ولا راهو من الشرق يدعم فيه على هذاك الاساس وراه يقوم هو بالسياسه نتاع الاستعمار يعني كان الناس درك اللي راه مختصين هما في التفريق نتاع الجزائريين ما يخدمهمش المشروع اللي يلم الجزائريين يقسموا وكل واحد كيفاش راهو مستعمل الديماغوجية نتاعو هذيك يقسموا يستعملوا في سياسه فرق تسد وفيما بعد كان اللي راهو درك هو يحوسك على جل باش انت تتبعه هو راهو على الحق المبين وانت تتبعه برك انت عندكش الحق على جل باش تناقش ما عندكش الحق على جل باش انت تنتقد ما عندكش الحق على جل باش انت تقول هذا الراي راهو خاطي هذا الراي هذا راهو يدي للواد لا ما عندكش الحق تفقط هو تتبع وصفق واذا كان ما مشيتش معاه راك انسان ما فاهم فيها التولو. مرات يجيدك دوك مثلا حنا نحكيو على الموضوع نتاع المصالحه لا قرا الكتاب ولا تبع الحوارات ولا على بالو بالاهداف نتاع هذا المشروع هذا ولا راهو فاهمو تجي تكتب زوج كلمات يبدا يشوهلك لك ويبدا يحرف لك في الموضوع كله من اجل على جل باش ما يخليوش هذا الراي العام يتكون حوسوه ما يبقاو يشوشو ما بالصحف ما اكتفاوش بالقنوات الفضائيه زايدين درك في هذه الصفحات يساهموا مساهمة سلبية من أجل على جل باش الجزائريين على جل باش رأي عام حول المشروع اللي هو يجمع الجزائريين والجزائريات وكل مرة يختلقوا حاجة حسدا من عند أنفسهم بالإضافة إلى أنه فاهمين بلي هذا المشروع إذا كان الجند حول الجزائريين والجزائريات لانه هو راه مشروع نتاع مجتمع وراه قادر هو يكون بديل وقادر هو يخرج البلاد من الازمه نتاعها اذا كان جمع الجزائريين والجزائريات ووقفوا كرجل واحد وساهموا في الاثراء نتاع هذا المشروع وفي دفعه الى الامام راه رايحه تروح التجاره نتاعهم اذا هما واش يديروا يبداو هما يديروا في المثبطات يبداو يديروا هم في الامور هذيك اللي يغرسوا في المسامير في الطرقات يبداو يستعملون في السياسه هذيك نتاع التشويه ونتاع التخوين ونتاع التلفيق ونتاع التخويف ونتاع كذا كلهم من اجل ابعاد الناس على جل باش ما حول هذا المشروع لذلك الاخوه والاخوات باش ما نطولش عليكم بزاف آه اذا الموضوع هذا نتاع السلبيات في المجتمع راها سلبيات موجوده كثيرا انا ركزت اليوم في هذا النقطه نتاع التواصل السلبي وانتهى هذه المعارضه السلبيه وذكرت فقط رؤوس اقلام ربما نعود ونرجع للموضوع هذا بالتفصيل راني ننتظر في التعليقات نتاعكم تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته